برضه شيكابالا معلش حماده ومعلش حازم ورضا طبعا ورضا عبد طبعا. بيعجبك كمحلل طبعا رضا؟ عندي من اوائل المحللين اللي ما عندهمش حسابات غير انه يقول اللي جواه، ممكن اللي جواه ما يكونش على طول عظيم او كويس لكن بيقول اللي جواه يا اخي من غير حسابات يا اخي، واحنا عايزين المصداقيه دي حتى لو غلط احنا. رضا عبد العال مختلف كمحلل طبعا مختلف طبعا من هو احرف احيانا بيبالغ في بعض الالفاظ والمواقف والحاجات لكن جميل بس هي كده هو رضا بتركيبته كده جميل الصادم انا بقول عليه الصادم جميل. من هو احرف لاعب في تاريخ النادي الاهلي؟ صفوت عبد الحليم، محمد ابو تريكة، محمود الخطيب. بص كابتن صفوت عبد الحليم انا لحقت حاجات صغيره ليه فاكر له عبقريته يا احمد في الوش رجل الخارجي دي لما بتتعمل بشكل في سنس غير طبيعي لكن الخطيب رقم واحد. من هو افضل مدرب في تاريخ الكره المصريه؟ كابتن جوهري، كابتن عبده صالح الوحش، كابتن حسن شحاته، كابتن شوقي غريب. طب شيل كابتن، انت قلت كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته ومين؟ كابتن عبده صالح الوحش الله يرحمه والكابتن شوقي غريب. طيب شيل كابتن عبد صالح الوحش وشيل كابتن شوقي غريب، خلينا ما بين كابتن حسن شحاته وكابتن الجوهري. تمام كويس. الاثنين يتحطوا في ميزان واحد في ميزان واحد، ما بين واحد انجز والتاني رسخ قاعده كره قدم في مصر رسخ قاعده وانتج انتاج بلاعبين اقل من اللي اشتغل بيهم كابتن حسن شحاته فنيا نعم، لكن انتج بيهم انتاج عظيم ما بين بطوله افريقيا ما بين كاس العالم بعد 56 سنه. تمام. افضل حارس في تاريخ مصر، هل هو الكابتن اكرامي، هل هو الكابتن الحضري، هل هو الكابتن شوبير؟ ازاي ما حطيتش حسن مختار؟ كابتن حسن مختار حسن مختار الاسماعيلي ده كان حاجه اسطوره. حسن علي الترسانه يا اخي، حسن يوجا الحاجات دي بتظلم والله العظيم. انا ما بحبش، وكابتن ثابت البطل انا ما بحبش الحاجات دي، وكابتن ثابت انا ما بحبش الحاجات دي يا اخي والله العظيم. يعني طب انت قول وجهه نظرك سيبك يعني الثلاثه وضيف عليهم الاسامي الثانيه. ما انجزه الحضري يصعب على اي حد ان يتحط في مقارنه معاه. اذا قلنا الخطيب كده في الحته دي وحسن شحاته كده، الحضري يتحط كده وبعدين نشوف الباقيين. يبقى الحضري هو الافضل. كابتن اكرامي خلي بالك كان احسن شكل حارس تتفرج عليه طبعا تستمتع بيه جميل يعني. افضل لاعب في الدوري الموسم ده، هل هو شيكابالا، هل هو قفشه، هل هو بن شرقي، هل هو رمضان صبحي؟ او انت عايز تختار حد تاني براحتك. لا 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 طبعا بالنسبه للتركيبه دي بن شرقي رقم واحد. بن شرقي طبعا. تمام. افضل معلق رياضي في مصر في التاريخ يعني، هل هو كابتن حمادة أمام، هل هو كابتن ميمي الشربيني، هل هو كابتن محمود بكر، ولو عندك أي أسماء أخرى براحتك. أنا كنت بحب العظيم كابتن إبراهيم الجويني الله يرحمه. الله يرحمه كان راجل عظيم وجميل، لكن الكابتن ميمي الشربيني زي ما أنا قلت على عصام الشوالي إنه بيتربع على عرش التعليق في الوطن العربي كوجهة نظر عندي أنا وعندي كتير. كابتن ميمي الشربيني حاله استثنائيه في تاريخ التعليق العربي والمصري. هو كابتن ميمي الشربيني طبعا. تمام طبعا كل دول ربنا يا ربي يرحمهم ويديهم، ما عدا كابتن ميمي ربنا يديله طول العمر. كابتن ميمي طبعا ربنا يديله الصحه يا رب طبعا حبيبي طبعا. افضل معلق رياضي في الدوري هذا الموسم، هل هو الكابتن مدحت شلبي، كابتن حاتم بطيشه، كابتن ايمن الكاشف، ولا الكابتن شوبير؟ انا ما ينفعش طول السنه انا مذيع ومعايا معلق طول السنه. ننتقل للمعلق الجميل كابتن أحمد جمال. شكرا للمعلق العظيم كابتن أحمد جمال، شكرا للمعلق الممتع كابتن أحمد جمال. واجي عند الماتش المهم اروح مدي الماتش لأحمد الطيب. ايوه الله، امال الجميل الممتع ده كان فين؟ كابتن مدحت شلبي بيعلق على ماتش او اتنين فنخرجه بره الحسبه. ايوه عشان ما نظلموش يعني.